ايوه مين جاي اهو؟ الحقيني يا ماما الحقيني. ايه يا بت مالك؟ انت لازم تطلعيني من الراجل ده، انا استحيل اعيش معاه. ليه يا بت عمل لك ايه؟ عمل لي ايه؟ قولي ما عملش ايه؟ اتبهدلت يا ماما اتبهدلت، الراجل ده معفن وجلد قوي. معلش يا حبيبتي الرجاله كلهم كده. يستحيل يا ماما يكون الرجاله كلهم كده. تصدقي بالله يا ماما ده بيسيب لي 5 جنيه ويقول لي فطريني وغديني وعشيني. ها؟ يا لهوي، ده غير يا ماما الضرب والتهزيء وقله القيمه، وكمان قاعد لي في البيت ليل ونهار ما بيشتغلش. يا حبيبتي معلش استحملي عشان خاطر العيال. عيال ايه يا ماما؟ يستحيل استحمل عشان خاطر اي حد، انا بقالي كذا سنه مستحمله عشان خاطر العيال، مش هقدر اكتر من كده. لو كان في امل واحد بس انه يتغير كنت استحملت. معلش يا حبيبتي عوري. طيب استهدي بالله كده يا حبيبتي وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان بيتصل بيا البجح. ردي يا حبيبتي ردي. الو، انت فين يا وليه كده؟ اصحى من النوم الاقيكي مش موجوده في البيت. ايه يا حبيبتي، انت متجوزه سوسن ولا ايه؟ انا سبت البيت ومشيت. ليه يا سوسه حبيبتي سبت البيت ليه يا روح؟ انا عملت لك حاجه؟ لا والله. وانت عايز تعمل ايه اكتر من كده؟ اخفى عليك يا سوسو. طب كنت تفطريني وبعدين تمشي. ها؟ افطرك؟ انت كمان لك نفس تفطر؟ اه والله وجعانه قوي وكان نفسي في كوبايه شاي من ايدك. اخفى عليكي. بقول لك ايه، اقفل وانا عند امي، ولازم ورقتي توصلني وتطلقني، انت فاهم؟ انا يستحيل اعيش معاك تاني. والحب يا سوسو اللي بينا كده تبعيني؟ حبك برص، حبتك عقربه، يخرب بيت تقل دمك. اقفل. ماشي حبيبتي انا هسيبك تستريحي شويه وانا اجي اخدك بقى روحي. طلعت روحك يا بعيد. شايفه يا ماما شايفه؟ معلش يا بنت الولا بيحبك والله. بيحبني يعذبني يا ماما. اهدي اهدي يا حبيبتي. اهو جه الموكوس. بس بقى وخليكي كويسه كده. اه حماتو، عامله ايه يا حماتو؟ كويسه يا حبيبي. مش هتقولي اتفضل ولا يا حماتو؟ اتفضل يا ابني ده بيتك. اقول لك ايه يا راجل انت، انا هتطلق يعني هتطلق من غير ما تتفضل ولا تتنيل. اخسى عليك يا سوسو. ليه كده يا سوسو؟ وانا مخليكي ناقصه حاجه؟ ده انا باكلك احلى اكل والبسك احلى لبس ومعيشك احلى عيشه. احلى عيشه ومش مكسوف على دمك يا راجل انت؟ انت عارف انا اخر مره فطرت من يومين؟ الله، عشان تبقي رشيقه يا روحي. رشيقه ايه يا راجل؟ ده انا بقيت عظمه على جلد، ده غير كل شويه تخليني استلف من الجيران، وكمان بتمد ايدك وبتشتم. اخفى عليك يا علاء، هو انا مديك بنت عشان تبهدلها؟ ايه يا حماتو، خليكي محضر خير يا حماتو. كده يا سوسو تدخلي الغرب ما بيننا يا سوسو، مش قلنا اسرار بيتنا مع بعض يا روحي؟ غرب مين يا مسطول؟ ضمي. بقول لك ايه يا علاء، سيب البيت نستريح لها كام يوم لحد ما نشوف هنعمل ايه، ويا ريت تغير طريقتك شويه وتشتغل كده وشوف بيتك وعيالك. انت موافقه على كده يا سوسو؟ ايوه طبعا موافقه، وانا عايزه اتطلق. اه وليا اللي كل شويه طلقني طلقني، هي ترند ولا ايه؟ بتتهدي شويه. اتهدي انت واتفضل امشي احسن، وعرش ربنا اصوت والم عليك الناس واقول ان انت جاي تتهجم على كنيسة التاء. امشي يا حبيبي دلوقتي وبعدين نبقى نتكلم. ماشي حماته همشي. بقول لك يا سوسو، ما تشوفي لي معاكي 5 جنيه اروح بيها. اصلي عشان اجيلك استلفت 3 جنيه من عم محروس، وقلت له هجيبهم لك وانا راجع، ولو ما اديتهمش هيعلقني. يا سوسو هاتي بقى 5 جنيه، اديله 3 جنيه واروح انا بال2 جنيه، وكمان لو تزوديهم 2 جنيه تاني افطر بيهم يبقى كتر خيرك يا حبيبتي. اطلع بره بره. طلعي بره يا ماما، طلعي بره احسن ما ارمي نفسي من الشباك. بقول لك ايه يا راجل يا نتن انت، ثانيه كده ما لاقكش في وش، انت فاهم؟ احسن ما افرج عليك الشارع. الله 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 الله، ايه حماتي غيرتي كده ليه وقلبت على الوش التاني؟ مالك ما كنت طيبه؟ انا بقى هوريك الطيبه دي هتعمل فيك ايه، زي ما انت بهدلت بيتي. حماتة انا مش عايزه امد ايدي عليك عشان انت ست كبيره وزي امي. تمد ايدك على مين يا ابن المكنسه؟ اه سوسو ده انت ما قلتليش ان امك بتلعب كاراتيه.